بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هناك مسألة يسيرة مرتبطة بأحكام العدد، وهي مسألة الاستبراء، وهذا المصطلح يتكرر في تضعيف الكلام في قضايا الاستبراء وغيرها، فلذلك نقف معه أولا هذه الوقفة. فالاستبراء هو عبارة عن تربص، انتظار أو ترقب. الاستبراء تربص يقصد به العلم ببراءة رحم المرأة من الولد، هذا معنى الاستبراء. تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم المرأة من الولد. والحكمة من مشروعية الاستبراء يعني أنه يجب الاستبراء في حالات معينة، منها ملك اليمين والمرأة الموطوءة بشبهة ونحوها. فالاستبراء الحكمة منه منع اختلاط المياه واشتباه الأنساب، ولذلك يحرم وطئ المرأة في هذه الأحوال قبل استبرائها، يعني قبل التأكد أو انتظار فترة يتأكد فيها من خلو الرحم من الولد. ويحصل العلم ببراءة الرحم أولا إذا ما كانت الأمة أو الرقيقة حاملا، فالاستبراء يحصل بوضع حملها، يتربص حتى تضع حملها. إن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة، إن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد من تملكها، إن كانت موطوءة بشبهة في زواج فاستبراؤها بحيضة واحدة، وإن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أما أسباب الاستبراء فأولا ملك الأمة، امتلاك أمة بسبي أو شراء أو هبة أو إرث أو غير ذلك. امتلاك أمة إما بسبب أو شراء أو هبة أو إرث أو غير ذلك. ثانيا زوال ملك الأمة بعتق أو بموت سيدها أو بغيرهما. الحالة الثالثة الزنا، فإذا زنت المرأة أو وطئت بشبهة استبرأت. ففي هذه الأحوال وأمثالها تستبرأ المرأة لتعلم براءة رحمها بحيضة واحدة، وبوضع الحمل للحامل، وبشهر للصغيرة والأيسة ومن لم تحض. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الرابعة، وهي الإحداد. يعرف الإحداد، يقول: الإحداد لغة لامتناع، يقال حاد ومحد إذا تركت المرأة الزينة والطيب. أما شرعا فهو ترك المرأة الزينة والطيبة وغير ذلك مما يرغب فيها ويدعو إلى جماعها. إذن الإحداد هو عبارة عن ترك أو اجتناب. فالإحداد اجتناب أو اجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها أثناء العدة كل ما يدعو إلى نكاحها من الطيب والكحل وثياب الزينة والخروج من منزلها إلا لحاجة. دليل مشروعية الإحداد، يقول: الإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، يعني الظاهر أنه أي ميت غير زوجها، أي ميت غير زوجها، لا يشترط أن يكون قريبا، أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وحديث أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، والعصب برد يصبغ غسله ثم ينسج بعد ذلك. أما الحكمة من مشروعية الإحداد فقد أباح الإسلام للمرأة الإحداد، بل بالعكس هو أو أوجب الإسلام على المرأة إذا كان متوفى عنها زوجها، وذلك بمنعها مما كان مباحا لها قبل وفاة زوجها إظهارا لحق الزوج على زوجته. يعني نجد نلاحظ أن الإحداد هو في حق المرأة ليس في حق الرجل، يعني الرجل ليس له أحكام حداد وإنما المرأة، هذا من ناحية. أيضا نلاحظ أن فترة الإحداد 4 أشهر و10 في حق الزوجة أو إذا توفي زوجها، لكن أي إنسان غير الزوج فإنها لا تزيد أبدا فوق 3 يعني أيام. وذلك أيضا يدل على حرمة مكانة الزوج بالنسبة للزوجة في الإسلام، لأن المرأة حتى أبوها حتى أخوها لا تحد عليه فوق 3 ليال أبدا، فهذا يدل على المكان الخاص الذي جعله الله سبحانه وتعالى للزوج في حق زوجته. فأول شيء إظهار، هي يشرع الإحداد بهذه التفاصيل إظهارا لحق الزوج على زوجته ووفاء لعشرته وإعلانا بخطر هذا العقد، خطر عقد الزواج، وأنه لا ينتهي مجرد وفاة الزوج وإنها تبقى له آثار، رعاية لمكانة الزوج وحرمته، وأيضا تأسفا على ما فاتها من حق العشرة والصحبة وفوات نعمة النكاح بموت العائل الذي كان يصونها ويرعى مصالحها. أيضا في الإحداد مواساة لأهل الزوج المتوفى، لأنه لو فرضنا أنه مجرد وفاة الزوج تذهب الزوجة تتزوج رجلا آخر مثلا حتى لو بعد الاستبراء بحيضة مثلا، فهذا مما لا يليق ومما لا يناسب، يعني على الأقل مشاركة في مشاعرهم، فلذلك تحبس المرأة هذه 4 أشهر و10 أيام لهذه الحكم التي أشرنا إليها. أيضا إحداد فيه سد ذريعة لأن تؤمل المرأة في أن يتقدم لها أحد، لأن إعلان الإحداد وتفاصيل أحكام الإحداد تمنع المرأة من يعني التشوف للزواج، بحيث لا يقترب إليها أحد ولا يحاول أن حتى يخطبها صراحة. كذلك أيضا لا يطمعون هم فيها إذا رأوها تزينت أو خرجت أو يعني للخطاب. أما حكم الإحداد فيجب الإحداد مدة العدة على كل امرأة توفي عنها زوجها، ويباح فحكم الإحداد بالنسبة للمرأة هو الوجوب بخلاف غير الزوج. فيجب الإحداد مدة العدة على كل امرأة توفي عنها زوجها، ويباح للمرأة الإحداد على القريب الميت كالأبي والأم والأخ 3 أيام فقط، ويحرم الإحداد فوق 3 أيام على ميت غير زوج. بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا، اتفق العلماء على أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفي عنها زوجها بطلت عدة الطلاق عنها ولزمها عدة الوفاة، لأنها عدة الطلاق بالنسبة للمرأة الرجعية 3 قروء،
طبعا المقصود بها أن الرجل يكون له فرصة ليراجعها في العدة فتحبس على الزوجة وهي في حكم الزوجة، لكنه إذا توفي فتنتهي عدة الطلاق وتبدأ أو تستأنف عدة الوفاة، تبدأ تعد عدة الوفاة 14 من حين وفاة زوجها. لماذا؟ لأنها زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه، فالنكاح قائم بينهما بعد الطلاق الرجعي، فكان منتهيا بالموت، وهذا يلزمها عدة الوفاة. أما البائن إذا مات وهي لا زالت في العدة، طلق طلاقا بائنا طلق الثالثة مثلا وهي لا زالت في العدة فمات، ففي هذه الحالة تبني على عدة الطلاق، تكمل عدة الطلاق 3 قروء. لماذا؟ لأنها أجنبية عنه، وعند وفاته أيضا هي لا ترثه، بل أنه إذا انقضت عدة طلاق البائن فطبعا هنا في هذه الحالة ممكن هو يتزوج أختها، وممكن لو يعني ممكن يتزوج امرأة يعني رابعة بحصول هذه البينونة. فإذا في حالة وفاته وهي لا زالت في العدة فإنها تبني على عدة الطلاق، تكمل عدة الطلاق لأنها أجنبية، فلا تحد بهذه الطريقة التي ذكرناها. كما أن البائن هو زوجها أغضبها بالطلاق فلا تلزم بالحزن على فراقه بالإحداد عليه، لأنه يعني انتهت تقريبا علاقة الزوجية بينهما ولا أمل في رجوعها إليه حتى تنكح زوجا غيره. ففي هذه الحالة، في حالة الطلاق البائن، هي غير محتاجة لإظهار التأسف على زوجها، لأنه أصلا هو هو طلقها طلاقا بائنا. فشوف انظر إلى حكمة الشريعة، في هذه الحالة هي غير مطالبة بإظهار التأسف ولا تلزم بالإحداد. لماذا؟ على فراقه. لماذا؟ لأنها هو أصلا أغضبها وطلقها طلاقا هائنا. لكن يحصل منها اجتناب الزينة، ويمكن أن تحد 3 أيام هذه الحالة، تحد 3 أيام باعتباره أي إنسان آخر غير يعني الزوج. عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وهذا متفق عليه. أيضا بالنسبة للمطلقة قبل الدخول، المطلقة قبل الدخول لا إحداد عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يشمل أيضا هذه العدة، عدة المتوفى عنها. فالمطلقة قبل الدخول لا إحداد عليها. كما ذكرنا الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي عدتها بوضع الحمل، حتى لو وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بيوم أو ساعة أو أقل أو أكثر، إذا وضعت الحمل تنتهي عدتها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولحديث سبيعة بنت الحارث. أيضا كما أشرنا عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها 4 أشهر و10 مدخولا بها أو غير مدخول بها. لا إحداد على الكتابية، لكن لو أسلمت في العدة لزمها الحداد فيما بقي من العدة. فالزوجة الكتابية لا تلزم بهذه الأحكام الشرعية التي هي متفرعة عن أصل الإيمان، لكن لو أسلمت في فترة العدة فإنها يلزمها الإحداد فيما بقي من العدة. فمدة الإحداد كما ذكرنا 4 أشهر و10 أيام،
وأما الحامل المتوفى عنها زوجها فيسقط وجوب الإحداد عنها بوضع حملها. ويجوز الإحداد على ميت غير زوج 3 أيام فقط، وإن تركت زوجة المتوفى الإحداد مدة العدة فقد تمت العدة وأثمت بترك الإحداد فتستغفر الله. يعني هي قصرت ولم تلتزم أحكام الحداد في فترة العدة، فإذا مضت المدة تمت العدة، لكنها آثمة لتركها الإحداد، وكفارة ذلك أن تستغفر الله تعالى. يقول عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يقول هنا: ويجب في حق المرأة المحدة ما يلي: أولا المنع من مظاهر الزينة والطيب، فتمنع من لبس الثياب ذات الألوان الزاهية، ولا تكتحل ولا تلبس الحلية ذهبا أو فضة أو غيرهما، ولا تستعمل شيئا من الأصباغ، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعة: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تخطضب ولا تكتحل. والممشق من الثياب المصبوغ بالمشق وهو صبغ أحمر. ولحديث أم عطية الأنصارية الذي تقدم آنفا أيضا يجب عليها ملازمتها بيتها الذي تعتد فيه ولا تخرج إلا لحاجة، لحديث الفريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها. نفصل قليلا فيما يتعلق بهذه الأشياء التي تجتنبها المحدة. تجتنب أثناء عدتها: أولا الزينة في نفسها، فلا تخطضب ولا تضع على وجهها شيئا من وسائل التجميل، ولا تلبس الحلي بجميع أنواعه كالقلائد والخواتيم والأساور ونحوها، لأن ذلك كله يزيد في حسن المرأة ويدعو إلى مباشرتها. ثانيا الطيب، سواء كان دهنا أو عطرا أو بخورا أو غير ذلك، لأن ذلك يحرك الشهوة ويجر إلى المباشرة. ثالثا ثياب الزينة، فيحرم على الزوجة المحدة لبس الثياب التي تلبسها النساء عادة للزينة والمناسبات من أي لون، وما عدا ذلك من ثياب نظيفة ليست للزينة فللمرأة لبسها وإن كانت ملونة. أيضا الكحل، لا يجوز لها أن تكتحل بالإثمد وهو كحل أسود، لأن فيه نوع من التحسين يعني هيئة المرأة، لكن إن كانت تستعمله للتداوي في الليل فلا بأس خاصة عند الحاجة. أيضا يحرم على المحدة الخروج من منزلها، فيجب عليها أن تعتد وتبيت في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه، فإن جاءها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه، ولا يجوز لها أن تتحول عنه إلا لعذر وحاجة، ولها أن تخرج من بيتها لحاجتها نهارا، وليس لها الخروج ليلا إلا لضرورة كمراجعة طبيب ونحوه، لأن الليل مظنة الفساد. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. إذن لها أن تخرج من بيتها للحاجة نهارا، لكنها لا تخرج ليلا إلا للضرورة، فبالنهار تخرج الحاجة، الليل لا تخرج إلا للضرورة. وأما المقصود بخروجها لحاجتها نهارا فإن ذلك يراد بالنهار هنا وقت انتشار الناس بكرة، وقت الصباح البكور إلى وقت هدوئهم بعد عتمة،
والحاجة التي تخرج إليها بالنهار كطلب معاش والإنفاق على نفسها أو قضاء حوائجها كشراء أو ذهاب إلى الطبيب مثلا أو تدريس أو نحو ذلك. ولا يجوز خروجها إذا وجدت من يقضي لها حوائجها أو أمكن أن تحصل، كانت تعمل تحصل على أجازة خلال فترة الإحداد، ففي هذه الحالة عليها أن تمكث في البيت وتحصل على هذه الإجازة. إذا وجدت من يقوم بحوائجها فلا تخرج بنفسها اكتفاء بهذا الذي يقوم بحوائجها. طبعا من الأحكام المهمة هنا أنه لا يجوز التصريح بخطبة المرأة الحادة، ويجوز التعريض لها أو لوليها بذلك، كأن يقول لها مثلا مثلك ذات خلق ودين والله لا يضيعك ونحو ذلك، يعني كلام يكون فيه التعريض، لكن لا يجوز التصريح بالخطبة لا للمرأة ولا لوليها إذا كانت في فترة الإحداد. أما الدليل على جواز خروج المحدة من منزلها عند الحاجة، طبعا كما ذكرنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وتلزم أي المحدة منزلها، فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة. انتهى كلام شيخ الإسلام. المبيت يجب على المرأة الحادة أن تبيت في منزلها، ليس لها أن تبيت في غير منزلها. قال عبد الله بن عمر: لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها. فإن خرجت في ليلة من عدتها فباتت في غير منزلها أثمت في فعلها، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك في باقي عدتها، وتبني على ما مضى منها ولا تستأنف العدة، لأن موضع الإحداد في العدة، فإذا مضت أو مضى بعضها لم تعد لما مضى. أما الدليل على جواز خروجها من منزلها عند الحاجة، فأولا حديث الفريعة بنت مالك حيث لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خروجها للاستفتاء. أيضا ما رواه جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي ثلاثة فخرجت تجد نخلها، فلقيها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. يقول النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة، ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة. كذلك أيضا يجوز عند هؤلاء أن تخرج في عدة الوفاة، أما الدليل الثالث فعن علقمة رضي الله عنه أن اللاتي توفي عنهن أزواجهن شكونا إلى ابن مسعود رضي الله عنه الوحشة، فرخص لهن أن يتزاورن بالنهار ولا يبتن في غير منازلهن. أيضا دليل آخر من جهة المعنى أن هذه المرأة لا نفقة لها في مال زوجها في خلال فترة العدة وفترة الإحداد، فهي تحتاج إلى الخروج لحوائجها وتحصيل ما تنفق على نفسها. أما هذا فيما يتعلق بالأشياء التي تمتنع منها المرأة الحادة، أما ما يجوز للمعتدة فعله فيجوز لها أن تكلم من جرت العادة بتكليمه قبل موت زوجها، ويجوز لها استعمال الهاتف وإجابة من يطرق الباب، ولها أن تغتسل وتنظف بدنها وثيابها وتلبس ما شاءت من الثياب غير ثياب الزينة وتسرح شعرها، ويجوز لها أن تخرج إلى فناء منزلها وحديقة بيتها وأن تخرج لحاجتها محتشمة.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزاجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. وهذا أخرجه مسلم. نشير إشارة عابرة إلى بعض البدع التي تقع في ما يتعلق بالإحداد. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه البدع ليست من أمر الإسلام في شيء. أولا لبس السواد، لبس السواد وتخصيص ذلك للحزن في فترة الحداد، يعني إذا ذكر الحداد أول ما يقفز إلى أذهان معظم الناس أن الحداد أساسا يساوي لبس الإيه؟ الأسود. فأصبح كثير من المسلمين يعتقدوا عدم جواز لبس أي لون آخر عدا الأسود في زمن الحداد. لا شك أنه لم يرد في الشرع تخصيص لون معين للحداد، بل حتى في غير الحداد بعض الأخوات عندهن اعتقاد أن تقسيم الأخوات المحجبات إلى طبقات، ويعني الأعلى طبقة اللي بتلبس الأسود، فإذا لبست كحلي أو بني من الجاهلات من الأخوات من تنكر عليها وكأنها ارتكبت يعني جرما فظيعا، إن إزاي ما تلبسش اللون الأسود. هو أقصى ما جاء في اللون الأسود إيه؟ أقصى ما جاء إن النساء كنا يعني يظهرن كالغربان السود من أكسية سود يلبسنها. هل هذا دليل شرعي يفيد الاستحباب لون السواد حتى؟ فيش أي ما يأخذش منها أي حكم، ده وصف الواقع. كنا يلبسنا أكسية سود، كنا كالغربان، من إيه؟ من إن يلبسنا هذه الأكسية السود. صحيح السواد هو أبعد الألوان عن أي شبهة من الزينة، لكن نفس المعنى موجود مثلا في ألوان الداكنة. ليس هذا فحسب، بل اللون الحجاب بيتأثر بأوضاع كل بيئة، يعني كل بيئة لها أعرافها، لأن هناك ضوابط عامة للزي في الإسلام، ضوابط عامة، لكن هذه الضوابط أيضا من يعني من ضمن شروطها أنها لا تخالف زي أهل بلدها، طبعا من نساء أهل السنة والجماعة مش زي أهل بلدها إذا صرنا متبرجات، لكن التزام العرف العام في المكان الذي يعيش فيه الإنسان هذا هو الأصل إلا لمعنى شرعي. فموضوع أن الواحد تلبس كحلي أو بني غامق أو أي لون ليس هو زينة في نفسه، العبرة أن اللون نفسه ما يكونش زينة. فما يجيش واحدة مثلا تلبس جلباب أصفر، يمكن في بعض البلاد، يعني بعض البلاد مثلا في الصحراء النساء يلبسن ثيابا ذات ألوان فسفورية زي الألوان الفسفورية. لماذا؟ لأن ممكن البنت ترعى الغنم في الصحراء، فاللون الفائع هذا في الصحراء ممكن من مكان بعيد يستطيع أبوها أو وليها أن يراها ويطمئن إلى أين هي، فقد تتواجد مثل هذه الأشياء. لكن الحجاب شرع لستر الزينة، فلا يعقل أن يكون هو نفسه زينة. لذلك من شروط الحجاب أن لا يكون زينة في نفسه. فلو واحدة لبست جلبابا واسعا لا يشف ولا يصف، لكن لونه نفسه زينة، اللون نفسه ورود وأشياء عرفا تعتبر من الزينة الصارخة، فهذا سقط منه أو أخلى بشرط من شروط الحجاب وهو أن لا يكون زينة في نفسه. الحجاب الهدف منه ستر الزينة، فكيف تستر الزينة بزينة؟ فمن ثم ما دام الزي يعني لا يلفت الأنظار عرفا لا يعد في نوع من الشهرة أو نوع من الزينة، ففي هذه الحالة لا حرج. فهذا من جهل بعض الأخوات لا ينكرن على اللي تخالف اللون الأسود ويدوها بقى دي طبقة يعني دونية نزل عن الطبقة العليا بتاعت اللي بلبس أسود. لا، فهذا ليس، ما فيش تعبد بالألوان في الإسلام، ما فيش تعبد بالألوان إلا طبعا البياض في حق الرجال كما هو معلوم. فإذا اللي عايزين نفك الارتباط بين الحداد وبين اللون الأسود، هذا لا أصل له إطلاقا في شريعة الإسلام، فيش الارتباط بين الحداد والأسود، دي ليست من الإسلام في شيء.
يعني هي ممكن تلبس أسود، لكن التزام ذلك واعتقاد أن الحداد لا يكون إلا بالأسود هذا لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. فلم يرد في الشرع تخصيص لون معين للحداد، بل أي لون لبسته الحدة فهو مباح ما لم يكن ثوب زينة. فالذي يستنكر هنا إيه؟ هو التعبد بلبس الأسود في مدة الحداد، التعبد. أما لو لبست المرأة المحدة الأسود لا على وجه التعبد أو التزين فلا شيء في ذلك والله تعالى أعلم. لكن مطلوب توعية الناس والنساء بالذات بفك الارتباط بين الحداد والأسود تدينا، فهذه بدعة، فعلها على سبيل التدين بدعة لا أصل لها في الإسلام. لكن كان عشان هي عندها الأسود بتلبس الأسود، عرف البلاد التي هي فيها تلبس الأسود تلبس الأسود. يقول الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى: ومن البدع السيئة ما اعتاده الناس من لبس الأسود من الثياب عند حدوث مصيبة، فإنه لا أصل له في السنة. وأول من أحدثه العباسيون حين قتل مروان الأموي إبراهيم الإمام لما تنسم منه دعوى الخلافة، لبسوه حزنا عليه فصار شعارا لهم. وعشان كده رايات بني العباس دايما كانت رايات إيه؟ سودا، حزنا على شهدائهم من بني هاشم ونعيا على بني أمية في قتلهم، ولذلك سموا المسودة، يعني لأن أعلامهم كانت سوداء. قالوا: لأنه أشبه بثياب أهل المصيبة، لا تحلى فيها عروس ولا يلبي فيها محرم ولا يكفن فيها ميت. ومن العادة السيئة ما يفعله أهل مصر عند مصيبة الموت، يعني المصريين من موضوع الموت عند المصريين له خصيصة، المصريين وانفعالهم بالموت في قدر كبير جدا من المبالغة، ولعل هذا من مواريث فترة الفراعنة الذين كانوا يعني لهم نظرات معينة لموضوع الموت وتطويل الحزن، إلى درجة أن الأربعين هذا الذي يظنه الناس من الإسلام يعملوا الاحتفال بتاع الأربعين وكذا وكذا، كل ده من القدماء المصريين لا علاقة له بالإسلام إطلاقا، تجديد الحزن كده كل شوية بالطريقة دي هذا من آثار الفراعنة ليس من الإسلام في شيء. فيبدو أن في بعض الأوقات كان يوجد بعض بدعة شديدة من ناحية موضوع اللون الأسود يحكيها الشيخ علي محفوظ، أنا ما أدري هل ما أعتقدش الآن موجودة، يعني هو يقول رحمه الله من علماء الأزهر الكبار وأقوى من تعرض لإنكار البدع من علماء الأزهر في العصر المتأخر، له كتابه الرائع الإبداع في مدار الابتداع. النصف الأول من الكتاب يتعلق بأصول البدع، لخص في كتاب الاعتصام. النصف الثاني تكلم في فروع البدع، وقوة هذا الكتاب أن مصنفه عالم أزهري جليل، يعني عالم كبير ولذلك ومتحقق وله احترامه ومكانته، ولذلك يعني يكثر السلفيون وأهل السنة الاستدلال بما في كتاب الإبداع لإقناع أعوام الناس وخواصهم أيضا لمكانة المؤلف رحمه الله تعالى. يقول الشيخ علي محفوظ رحمه الله: ومن العادات السيئة ما يفعله أهل مصر عند مصيبة الموت من جعل فرش البيت كله أسود، كل الفرش في البيت يبقى إيه؟ أسود، أو تغطيته بغضاء أسود مدة عام أو أكثر. رأيت في أحد محلات الموبيليا في دمياط غرفة لون غرفة نوم ضخمة جدا كلها أسود في أسود في أسود، كل غرفة النوم، حتى أني ما تخيلت أن ممكن إنسان يعني يستطيع أن يبيت أو ينام في مثل هذه الغرفة، كلها أسود ما فيش أي يعني نقطة حتى لون مخالف. طبعا دي حالة اكتئاب شديدة يعني، ها، أو حاجة تجيب اكتئاب الحقيقة. يقول الشيخ علي محفوظ: وهي عادة سخيفة تدل على شدة الجزع وعدم الرضا بقضاء الله تعالى، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.
وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشية رد المحتار: سئل أبو الفضل عن المرأة يموت زوجها أو أبوها أو غيرهما من الأقارب فتصبغ ثوبها أسود فتلبسه شهرين أو أربعة تأسفا على الميت، أتعذر في ذلك؟ فقال: لا، غير معذورة في فعل هذا الشيء، عشان أهل النوبة يمزر اقترابهم برضو من التراث الفرعوني شوية، فتجدهم من أشد الناس هنا في مصر أيضا غلوا في موضوع الموت، غلو شديد. وبرضو أهل الصعيد أحيانا يعني أعتقد بيعودوا سنة كاملة حتى لو المتوفى مش زوج، يعودوا سنة كاملة. يمكن يعني ما أدري هل الأشياء دي ما زالت موجودة؟ موجودة سنة كاملة تقريبا، ما يعني في حالة حداد كامل. طب ما هي ما فيش عيلة بتخلو من تعدي سنة ويموت فيها واحد ولا اثنين، تبقى الحياة كلها حداد زي الشيعة كده. وسئل عنها علي بن أحمد اللي هي تلبس الأسود، فقال: لا تعذر وهي آثمة إلا الزوجة في حق زوجها، فإنها تعذر إلى ثلاثة أيام. إذن هذا أول البدع المشهورة جدا، ربط الحداد باللون الأسود. ثانيا: تحريم محادثة المرأة لأحد من الرجال في فترة إحدادها. حتى اللون الأسود في المنام مثلا لما بيجي يعبر، مش بيعبر عنه بأنه حزن، بيعبر عنه بإيه؟ ها؟ ها؟ السيادة. يعني الأسود في المنام ما بيعبرش بيه عن الحزن، وإنما عن إيه؟ السيادة، السيادة والسؤدد والعلو يعني. أيضا من هذه البدع تحريم محادثة المرأة لأحد من الرجال في فترة إحدادها، سواء مشافهة وجها لوجه أو عن طريق الهاتف. وهذا الاعتقاد غير صحيح، بل للحادة مخاطبة الرجال عند الحاجة إلى ذلك بكلام ليس فيه خضوع بالقول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة، مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت مستترة وغير ذلك. وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا مات أزواجهن ونساؤه صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ عبد الله البسام حفظه الله: ليست المحد ممنوعة من مخاطبة الرجال الأجانب عند الحاجة إلى ذلك، فإن الشارع لم ينه عنه، وما لم ينه عنه فالأصل بقاؤه على العفو والإباحة. أيضا من البدع تجديد النساء على أنفسهن في فترة الحداد بأشياء لم يرد بها الشرع الشريف. قال الشيخ عثمان ابن حسين بري الجعلي المالكي رحمه الله: وأما ما تفعله النساء من تشديدهن على أنفسهن فغير معروف. غير معروف يعني إيه؟ منكر، بل هو من البدع المحرمة. جزاك الله. وذلك أن المرأة المعتدة من وفاة إذا دنا وقت الخروج تكون جالسة مستقبلة متلثمة بثيابها تاركة للكلام إلى وقت العشاء، وتترك صلاة المغرب في وقتها الاختياري، وإذا طلع الفجر تكون كذلك حتى تطلع الشمس، وتترك صلاة الصبح إلى أن يخرج وقتها. وهذا حرام اتفاقا، يجب على ولاة الأمور أو أوليائهن نهيهن عن هذا الفعل، إذ هو حق الله تعالى. رابعا من البدع حلق الرأس عند وفاة الزوج حزنا عليه. قال الإمام محمد ابن رشد المالكي القرطبي رحمه الله: الحلق عند المصيبة مما لا يحل في الشريعة. حلق الرأس عند حلول المصيبة. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من السالقة والحالقة والشاقة. السالقة النائحة، يقول الله تعالى: سلقوكم بألسنة حداد. والحالقة يعني التي تحلق الرأس، والشاقة التي تشق عليها ثيابها، لأنه من عمل أهل الجاهلية وأمر الشيطان وتغيير خلق الله.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغيرات لخلق الله، فمن فعل ذلك من النساء فكفارته التوبة والاستغفار، وتؤمر بالصدقة استحبابا لما جاء من أن الصدقة تكفر الذنوب، وليس في ذلك شيء موقوف كما قال مالك رحمه الله تعالى. هو من البدع أيضا البدع يعني قد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من الناشرة، الناشرة التي تنشر شعرها عند الجزع، الجزع تنشر شعرها. في معنى النشر هذا الرجل الذي يعفي لحيته حزنا على وفاة الميت، ارتبط عند بعض الناس إن إذا مات له قريب عزيز عليه فإيه إعلان من ضمن الحداد المبتدع عند الرجال إن هو إيه يترك لحيته في فترة الحزن، مع أنه مأمور بتركها في كل الأوقات، وليس إعفاء اللحية شعارا للحزن كما يذهب إليه هؤلاء الناس. أيضا من البدع مرور المرأة المتوفى عنها زوجها من تحت تابوت زوجها 3 مرات، فإذا فعلت ذلك لا تلزمها العدة على زوجها زعموا. يعني لو عايزة ما تعتدش تمر من تحت التابوت 3 مرات. من بدع الإحداد الإحداد على من يموت من الملوك والزعماء لمدة 3 أيام أو أقل أو أكثر، مع تعطيل الدوائر الحكومية وتنكيس الأعلام. أيضا من هذه البدع أن يذبح أقارب المتوفى عنها زوجها ذبيحة بمناسبة خروجها من الحداد، مع ما يصاحب ذلك من سرف في المأكل والمشرب، وهذه بدعة بدأت تنتشر يعني في بعض البلاد. أيضا بعض النساء إذا انتهت مدة الإحداد تخرج معها بشيء تتصدق به على أول من يقابلها، وهذا أيضا من البدع. ننتقل إلى الباب 9 في الرضاع، وفيه مسائل. الأولى تعريف الرضاع. الرضاع لغة بفتح الراء ويجوز كسرها، أي الرضاع أو الرضاع، مص اللبن من الثدي أو شربه، وشرعا هو مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. دليل مشروعية الرضاع يعني الإرضاع، مش عارف أجد صعوبة شوية في عنوان دليل مشروعية الرضاع، يعني هي طيب الرضاع مشروع لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، ولقوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. أما حكم الرضاع فحكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح وثبوت المحرمية وإباحة الخلوة والنظر، فهو موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه. الدليل على التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وذلك في سياق بيان المحرمات من النساء. وأما السنة فحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وأما الإجماع فقد أجمعت علماء الأمة على التحريم بالرضاعة. لا شك أن هناك حكمة يعني إلهية من وراء التحريم بالرضاعة، لأن هذا يكون بسبب أن بنية الإنسان في فترة الرضاعة فترة 2 سنة أساسا بتنشأ من أو تتكون بسبب اللبن، تغذي على اللبن، فلبن المرأة ينبت لحم الرضيع وينشز عظمه ويكبر حجمه، وبه تصبح المرضع أما للرضيع، حتى يعني لو كانت هي أجنبية فلو هي أرضعته تصبح أما له بالرضاعة.
لأنه تغذى بلبنها فصار جزءا منها حقيقة، فكان كالنسب له منها. أما شروط الرضاع المحرم فلا يعد الرضاع موجبا للقرابة وناشرا للتحريم إلا بشرطين، وهما أن يكون الإرضاع خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع. الشرط الثاني أن ترضعه 5 رضعات مجبعات فأكثر. الشرط الأول أن يكون الإرضاع خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع، فلا يؤثر الرضاع بعد السنتين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، مع قوله تعالى وفصاله في عامين. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. ومعنى فتق الأمعاء أي وصل إليها ووسعها. الرضاع المحرم هو ما كان في الصغر وقام مقام الغذاء، وذلك حيث يكون الرضيع طفلا فيسد اللبن جوعه وينبت لحمه. الشرط الثاني من شروط الرضاع المحرم أن ترضعه 5 رضعات مشبعات فأكثر. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وهذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه. ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع كأن يقطر في فمه أو يجمع اللبن في إناء ثم يشربه الطفل فحكمه حكم الرضاع، بشرط أن يحصل من ذلك 5 مرات أو 5 مرات. إذن يشترط في الرضاع الذي تثبت به الحرمة أن يكون في الحولين، وأن تكون الرضعات 5 فأكثر، وأن تكون الرضعات متفرقات، يعني مش في مجلس واحد، يكون متفرقات، وأن يكون اللبن بسبب حمل من نكاح صحيح. قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي، يعني لا يحل لي أن أتزوجها، بنت حمزة عمه، لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة، لأن حمزة كان أخاه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهذا متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وهذا أخرجه مسلم. فحينما نقول 5 رضعات مشبعات لابد أن نقف على حد الرضعة. إزاي نحسب الرضعة؟ الرضعة حدها أن يأخذ الرضيع الثدي ويمتص اللبن منه ولا يتركه إلا طائعا من غير عارض يعرض له، يعني حيث ما يتركه إلا بعدما يشبع. لكن لو نفذ شرع، بمجرد ما شرع في الارتضاع سمع صوتا خوفه مثلا فرفع فاه، فما تنقطعش، ما تحسبش مرة، لسه لازم تبقى إيه، ده شيء عارض. الانقطاع هنا مش لأنه شبع، لكن لأن في شيء عارض هو الذي قطع عليه الرضع. فحد الرضعة أن يأخذ الرضيع الثدي ويمتص اللبن منه ولا يتركه إلا طائعا من غير عارض يعرض له، فلو مص مصة أو مصتين فإن ذلك لا يحرم لأنه دون الرضعة ولا يؤثر في الغذاء ونبات اللحم. عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان، وهذا أخرجه مسلم.
ينتقل بعد ذلك إلى الكلام على آثار الرضاعة، يعني ما هو الذي يترتب على حصول القرابة بسبب هذا الرضاع إذا استوفى الشرطين الآنفي الذكر. يترتب على القرابة الناشئة بسبب الرضاع حكمان: حكم يتعلق بالحرمة وحكم يتعلق بالحل. يبقى دي آثار الرضاع. من آثار الرضاع تحريم وتحليل، حكم يتعلق بالحرمة وحكم يتعلق بالحل. أما ما يتعلق بالحرمة فإن الإرضاع له من التأثير في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب، فأمك من الرضاع وإن علت، يعني المرأة اللي هي غير أمك التي ولدتك لكنها أرضعتك فقط، أمك. لأن طبعا تشريع الرضاع يعني جعل مسألة الاحتياج لما يسمى ببنوك الحليب في الغرب، وهي فكرة كانت سادت في فترة من فترات المجتمعات الإسلامية، يقل فيها جدا الكلام في هذا الموضوع. لماذا؟ لأن بيحصل نوع من التكافل، يعني عندنا بحكم الشريعة الإسلامية عندنا اهتمام كبير جدا بموضوع إرضاع الطفل رضاعا طبيعيا، ولذلك الأصل أن الأم هي التي ترضعه. فإن لم يحدث أن الأم أرضعته لسبب من الأسباب، في هذه الحالة بنبحث دائما عن إيه؟ امرأة مرضع. الأصل أن تكون هناك امرأة إيه؟ هي التي ترضعه، وهي دي اللي بتكون أمه في الرضاع. واضح؟ يعني فده يعني لأن القاعدة الذهبية التي اتفق عليها جميع أطباء العالم أنه لا يوجد إطلاقا أي نوع من الألبان يماثل لبن الأم أبدا. دائما الإسلام دين الفطرة، ودائما منحاز إلى الفطرة. يعني أعظم ما يهدى للطفل هو يعني الرضاع بلبن الأم. ليس هذا فحسب، لأن عملية الإرضاع أيضا مش مجرد أن اللبن يوضع في زجاجة ويتناوله الطفل، لا، عملية الإرضاع بالتكييف الجسدي أو التشريحي الذي خلق الله سبحانه وتعالى بيعطي أيضا بجانب وجبة اللبن وجبة من الحب والحنان والدفء الطفل في أمس الحاجة إليها. ولذلك لابد أن الأم إذا أرضعت ما ينفعش ترضع وده وهي متنرفزة أو تتعصب عليه، لأنه مع ذلك أنها بيأخذ نصف وجبة في هذه الحالة. فكما يأخذ وجبة اللبن يأخذ نفس وجبة الإيه؟ الدفء والحب والحنان التي هو في حاجة إليها، وهي من احتياجات البشرية طبعا. فالإرضاع له من التأثير في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب. فالمرأة التي أرضعتك بمجرد أن ترضعك تصبح أمك إذا استوفيت الشروط أو الشرطان، ثم تنتشر بقى انتشر التحريم بطريقة معينة. فهي أمك وأمها جدتك وأم أمها أيضا جدة أمك، وهكذا مثل الأم اللي هي من النسب بالضبط. فتصبح الأمهات وإن علونا، فأيضا هذه المرأة الأم وإن علت هؤلاء يصبحن محرمات على الرضيع. واضح؟ أمك من الرضاع وإن علت، وبنتك وإن سفلت. يعني المرأة نفسها بتصبح البنت مثل التي رضعت منها بتصبح بنتها من الرضاع. واضح؟ فبتنتشر أيضا الحرمة في البنات وإن سفلنا. وأختك لأبويك أو لأحدهما محرمات عليك بسبب هذه القرابة التي جاءت عن طريق الرضاع. وأما ما يتعلق بالحكم الذي يتعلق بالحل فإن كل ما يحل بينك وبين قريبة لك من النسب كالأم والبنت يحل بينك ومن بينك وبينها رضاعة. يعني أي واحدة رضعت من نفس الأم التي أرضعتك تصبح أختك من الرضاعة. يعني إيه أختك؟ أختك أختك يعني كل أحد محرم، أنت تصبح إيه؟ محرما لها. فيجوز الخلوة ويجوز النظر ويجوز السفر معها وهكذا، لأنها إيه؟ أختك من الرضاعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ومن تنطع بعض الإخوة
من تنطع بعض الإخوة أنه يعني يضع الغيرة في غير موضعها. فإذا كان للزوجة أخ أو شقيق أخ من الرضاعة، واضح، فتجد الأخ حينما يتزوج وذال أخوها من الرضاعة وهو شاب مثلا قريب منها في السن، بيكون كده عصبي ويضيق عليها، يعني في حين أنه لا يضيق على أخيها من النسب. فأنت هتأتي بشريعة من عندك، ما دي شريعة الله سبحانه وتعالى، أن هذا أخوها وهذا أخوها، هذا أخوها من النسب وهذا أخوها من الرضاع. فالغيرة هنا ليست في موضعها، لأن ده أخوها، بمعنى أنه محرم لها مثل أخيها النسبي تماما، يحل له أن يصفحها وينفرد بها إلى آخره. دي حاجة قاعدة في حتى في أخيها الشقيق، دي قاعدة عامة، يعني إذا متى ظنت المفسدة يبقى في اعتبار آخر حتى لأخيها الذي من النسب، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل في الناس السواء. إذن فيما يتعلق بآثار الرضاع، نقول إذا ثبت الرضاع، دي نمرة واحد، ثبت الرضاع ترتب عليه حكمان: الأول تحريم النكاح، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الحكم الثاني ثبوت المحرمية، يبقى بينهم محرمية، لأن التحريم هنا على التأبيد مش تحريم مؤقت، لكنه تحريم إيه؟ على التأبيد كالأخ الشقيق بالضبط، لكن هذا بسبب الرضاعة. ثبوت المحرمية في إباحة النظر وإباحة الخلوة، فهي أمه من الرضاع وزوجها أبوه من الرضاع ومحارمها محارمه وأولادها إخوته وهكذا. أما النفقة والتوارث وولاية النكاح فلا تثبت بالرضاع. النفقة والتوارث وولاية النكاح فلا تثبت بالرضاع، فقد تثبت المحرمية. ولبن البهيمة لا يحرم كلبن الأم، مجموعة أطفال رضعنا من عنزة مثلا أو بقرة أو كذا، طبعا هنا يعني لا يحرم يعني كلبن المرأة. فلو رضع طفلان من بهيمة كشاة أو بقرة لم ينشر الحرمة بينهما، لأن الشرع خصه بالآدمية فقط، لأن فعلا لبن الأم الآدمية لا نظير له على الإطلاق. بالنسبة للألبان الحيوانات الأخرى ينفرد بأشياء كثيرة، منها وجود الأجساد المضادة أو الأنتيبوديز، هذا فقط موجود في اللبن الآدمي. حتى بالشركات اللي تصنع الألبان للأطفال بيعملوا نوع من اللبن اسمه هيومانايزد ميلك، يعني هيومانايزد يعني إيه؟ يحاول أن يقربوه للبشري، للبن البشري الذي يكون من الأمهات. طيب نقل الدم، نقل الدم من رجل إلى امرأة أو العكس، نقل الدم لا ينشر الحرمة لأنه ليس بلبن، فلا ينشر الحرمة بينهما. أما حرمة الرضاع فانتشار حرمة الرضاع فيما يتعلق به: أولا حرمة الرضاع تنتشر على المرتضع وأولاده وإن نزلوا، تنتشر على المرتضع الطفل الذي رضع وأولاده وإن نزلوا، ها؟ يعني هو بيصبح ابنا لهذه المرأة المرضع وأولاده أحفادها وهكذا، يبقى حرمة الرضاع تنتشر على المرتضع وأولاده وإن نزلوا. لكن هل تنتشر على من في درجاته من إخوانه وأخواته؟ لا تنتشر على نفس الدرجة اللي هي إخواته وإخواته وأخواته، لا تنتشر إلا بحرمة الرضاع، تنتشر في اتجاه الإيه؟ يعني هي أمه وإن علت وأولاده وإن نزلوا، ولا تنتشر على من في درجته من إخوانه وأخواته، ولا على من هو أعلى منه كأبيه وأمه، لا تنتشر الحرمة على أبيه وأمه. فلا يحرم على زوج المرضعة نكاح أم الطفل المرتضع أو المرتضع من النسب، ولا نكاح أخته وعمته، كما يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع، لأن الحرمة بتنتشرش في الإخوة اللي هم في درجته من الإخوة والإخوة.
جميع أقارب المرأة المرضعة أقارب للمرتضع من الرضاعة، فأولادها إخوته، وآباؤها وأمهاتها أجداده، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته، وأعمامها وعماتها أعمامه وعماته، وأخوالها وخالاتها أخواله وخالاته، وكل هؤلاء حرام على الرضيع ذكرا كان أو أنثى. أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فجميع أولاد المرأة المرضعة من زوجها هذا ومن غيره، وجميع أولاد زوجها منها ومن غيرها كلهم إخوة لهذا الرضيع، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده. بعض الناس تشتبه عليهم بعض المسائل في الرضاع، فبيحسب أن اجتمع على ثدي امرأة يعني في نفس الوقت. لا طبعا، حتى لو في وقت سابق أو وقت لاحق يصبح أخا له مدام النفس يعني الأم المرضعة. فلو كان لرجل امرأتان، يعني رجل متزوج امرأتين وكل واحدة أنجبت طفلا، فمثلا هذه أرضعت طفلا والزوجة الأخرى أرضعت طفلة، هل يجوز لهذا أن يتزوج تلك؟ لا، كان يصبحان أخوين من الرضاعة. لماذا؟ يسموه لبن الإيه؟ الفحل أو لبن الضئر، لأن اللقاح واحد. يعني من هو صاحب اللبن في هذه الحالة؟ الرجل، فاللقاح واحد، وهو ماء الرجل الذي ضر به اللبن من المرأتين، لأن زوج المرضعة أبوه من الرضعة. فإذن هذان الطفلان يعني ولد رضع من زوجة، والولد الآخر رضع من الزوجة الأخرى، أو البنت الأخرى رضعت من الزوجة الأخرى، فهذان يصبحان إيه؟ أخوين من الرضاعة، لأن اللبن واحد وهو لبن إيه؟ الضئر أو الفحل الرجل، يعني فهو أبوهما من الرضاعة. طيب، إخوة الرضيع من نسب أو رضاع غير رضاع هذه المرأة المرضعة هم أجانب منها ومن أقاربها، فيجوز لهم أن يتزوجوا من أولاد المرضعة الأخرى، لأن الحرمة لا تنتشر عليهم. يبقى في حالة إيه؟ يكونوا إخوة الرضيع من نسب تنتشرش. طيب، أو إخوة من رضاع لكن رضاع غير هذه المرأة المرضعة، فهؤلاء أجانب منها وأيضا من أقاربها، فيجوز لهم أن يتزوجوا من أولاد المرضعة الأخرى، لأن الحرمة لا تنتشر عليهم. يجوز لإخوة المرتضع من الرضاع أن يتزوجوا أخواته من النسب، كما يجوز لإخوته من أبيه أن يتزوجوا أخواته من أمه، بل لأبي هذا من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع، لأن أباه لم يشرب معه لبن المرضعة، فلا تنتشر عليه حرمة الرضاع. يجوز لأخ الرجل من أبيه أن يتزوج أخته من أمه، ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع، ويجوز للمرتضع أن يتزوج أخوه من الرضاعة بأمه من النسب وأخته من النسب. طبعا هذا كله يجري على قاعدة عدم انتشار التحريم في مثل هذه الحالات. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا متفق عليه. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قلت: تنكحها. قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية، يعني كذا كذا أنت هتتزوج تاني، وأحب من شريكني في الخير أختي. فدم يعني لست مخلية، يعني أنا لن أبقى منفردة، لابد أنك تتزوج، فإن كان ولابد يبقى أحب من تشاركني في هذا الشرف وهي أمومة المؤمنين أختي. قال: فإنها لا تحل لي.
قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وهذا متفق عليه. طبعا هنا مسألة، وهي مسألة حكم إرضاع الكبير، يعني هذه مسألة تلحق بقضية الرضاعة طبعا، لكن بعد الاتفاق على الأسس الفقهية المعروفة في باب الرضاعة. الرضاع المحرم كما ذكرنا هو 5 رضعات فأكثر في الحولين، فإن دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله البيت ويشق على المرأة الاحتجاب عنه، فيجوز لهذه المرأة إرضاعه فتثبت له المحرمية ب5 رضعات كما سبق. يعني تعتبر حالة استثنائية ويجوز ذلك فقط عند الحاجة، وهي مسألة لا حرج فيها، بالعكس هي ترفع الحرج، لأنها ما شرعت إلا لرفع الحرج. تكون امرأة لا أحد يرعاها، أو شخص لا يستغنى عن دخوله البيت لسبب من الأسباب، واضح؟ فلابد أن يتردد على البيت، لكن في نفس الوقت المرأة من المشقة الشديدة عليها أن تحتجب عنه كلما دخل، فتخفيفا للحرج عليه وعليها يمكن الاستفادة من هذا الحكم، وهذا اجتهاد بعض الأئمة كالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فيجوز للمرأة أن ترضع هذا الرجل الكبير فتثبت له المحرمية ب5 رضعات كما سبق. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت يعني ابنة سهيل، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. وهذا أخرجه مسلم. فيما يتعلق بالقاعدة الخاصة بالرضاع المحرم، أولا الرضاع كما ذكرنا، الرضاع ينشر الحرمة على المرتضع وفروعه. يبقى الرضاع بينشر الحرمة على مين؟ الشخص المرتضع في المرتضع، وعلى فروعه وهم أولاده وإن سفلوا، ولا ينتشر على أصول المرتضع اللي هم من الأب وكذا وأمهات، يعني الآباء والأمهات وإن علوا ما بينتشرش، وينتشر على من المرتضع وفروعه وهم أولاده إن سفلوا، ولا ينتشر على أصول المرتضع وهم آباؤه وأمهاته وإن علوا، ولا على حواشيه، لا تنتشر الحرم على الحواشي وهم من إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته. نعيد هذه القاعدة الأولى فيما يتعلق بالرضاع المحرم، الرضاع ينشر الحرمة على المرتضع وفروعه وهم أولاده وإن سفلوا، ولا ينتشر على أصول المرتضع وهم آباؤه وأمهاته وإن علوا، ولا على حواشيه وهم إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته. ثانيا الرضاع ينشر الحرمة، انتبهوا في فرق بين المرتضع وبين المرضعة. بعيد، بالنسبة للمرتضع الرضاع ينشر الحرمة على المرتضع وفروعه أولاده إن سفلوا، ولا ينتشر على أصول المرتضع أباؤه وأمهاته إن علوا، ولا على حواشيه هم إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته. طيب فيما يتعلق بالمرضعة بقى، المرأة المرضعة، الرضاع ينشر الحرمة على أصول وفروع وحواشي المرضعة. ها؟ يعني لو حفظتوا من القاعدتين دول خلاص كده مسائل الرضاعة كلها تحلل. ها؟ الرضاع ينشر الحرمة على أصول
وفروع وحواشي المرضعة. فأولاد الزوج والمرضعة إخوة المرتضع وأخواته، وآباؤهما أجداده وجداته، وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة زوجها وأخواته أعمامه وعماته، وهكذا. على أي الأحوال كما أشرنا من قبل، يعني موضوع الرضاعة طبعا موضوع خطير جدا، لأن كما ترون أحكامه في غاية الخطورة. بنجد في بعض الأماكن نوع من العبث في قضية الرضاعة، وكأنهم يتعاملون مع إيه؟ يعني حاجة مش بني آدمين يعني. فالرضاعة شيء عادي جدا، بالذات في أعتقد في بعض المناطق في الأرياف، يعني موضوع ما فيهوش أي مشكلة، ولا يهتمون إطلاقا بضبط الموضوع. ويعني إيه؟ لابد لو حصل حاجة إلى أن ترضع الطفل أو الطفلة غير أمها النسبية أو أمه النسبية، ففي هذه الحالة إذا البديل بيكون إيه دايما في الإسلام؟ اللجوء إلى امرأة مرضعة. ليه؟ لأن الأساس هو توفير اللبن البشري، مش البدائل سواء الصناعية أو الحيوانية. الأصل أن ينال الرضاعة من اللبن البشر، اللبن البشري لأنه طبعا في ميزات مهمة جدا بالنسبة لصحة الطفل ونموه. فالأصل هو الرضاع من أم الأم النسبية، وإلا أم من يعني الرضاعة. فإذا شيء جيد أن يحصل رضاعة ويحصل تكافل وتعاون، بس لابد أنها تدور الأشياء دي بمنتهى الدقة، زي شهادة الميلاد كده. مش في شهادة الميلاد الإنسان بيتعمل له شهادة عشان يثبت نسبه إلى أمه وأبي ويلتحق بهذه الأسرة؟ نفس الشيء في، لكن يا ريت يكون في شهادات رضاعة توثق وتثبت، بحيث يبقى الإنسان عارف مين إخواته وأخواته، ما يجيش يدور الزمن وواحد يتزوج واحدة ويكتشف بعد الزواج وبعد الإنجاب أنها أخته. طبعا هنا في هذه الحالة إذا ثبت بالبينة الشرعية ينفسخ العقد في الحال، فسخ مش طلاق، فسخ. واضح؟ وإن كان النسب يثبت لأنه نكاح شبهة، لكن لابد من فراقهما. وساعات بيبقى في بعض النساء تبقى عارفة أن دي أخته من الرضاعة، ونتيجة الجهل الفاحش تقول لك يا بخت مش عارف ايه كده الرصين والحلال وكلام ده، فتعتبر انها بتعمل عمل كويس، انها بتسهل هذا الزواج وتكتم الشهادة، وهذه كارثة نتيجة الجهل الفاحش. ساعات يسمعوا كلام ان ممكن تكون اخته من الرضاع، واضح، وبعدين يتغافلون، لان يقول لك انه يحبها ومتعلق بها وهي كذلك، فيعني ايه أدام الموضوع مش متأكدين منه نمشيه. إذا كان لسه العقد لم يعقد وثار كلام بحيث في احتمال حتى لو لم تثبت البينة الشرعية بوقوع رضاعة، ففي حالة إيه نقول كيف وقد قيل، يبقى انتهى بقى لازم ما يتزوجهاش. لكن نفرض هما تزوجوا والموضوع مش ثابت يعني لم تثبت بالبينة الشرعية كما سنبين إن شاء الله تعالى أنه أخوها من الرضاعة، أو في شك في عدة الرضعات، أو أنها كانت مرتين ثلاثة حاجة زي كده. ففي هذه الحالة إذا كان تزوج وأنجب أولاد فخلص بلا استبقي العقد، لكن لو لسه عقد نقول له بسرعة إيه كيف وقد قيل، انفصل عنها تمام، يعني إلغي هذا العقد. كما ترون الشريعة الإسلامية شريعة يعني حياتية تحكم كل أحوال الإنسان وتضبط الحقوق، والالتزام بهذه الشريعة بيترتب عليه أحكام في غاية الخطورة كما يعني ترون في قضية الرضاعة، والتي نرى فيها أيضا اهتماما شديدا برعاية حق الطفل في الرضاعة، بحيث أول بديل عند عدم توفر الرضاعة المباشرة من الأم لابد أن يكون بديلا بشريا، لكن لابد معه من إيه؟ من ضوابط. أنا أقترح يعني الناس اللي بيحصل احتياج للإرضاع يسجل خلف شهادة الميلاد، يبقى في شهادة ميلاد ويسجل وراها ان فلان رضع من فلانة، وبالتالي يصبح فلان وفلان وفلان اخواتها واخواتها، يثبت في شهادة الميلاد. اذا مر الزمن الناس بتنسى والشاهد ممكن يموت او يختلط الامر عليه، فلابد من الاهتمام بموضوع الرضاع ويتكتب يتسجل في وثائق، ويفضل يبقى في ظهر شهادة الميلاد ان فلان هذا الولد رضع من فلانة وفلانة، وبالتالي اخواته
أو إخوة فلان وفلان من الرضاع إلى آخره. طبعا يعني هو لبن الأم الميزة الأولى له أنه معقم، يعني خالي تماما من الميكروبات في حالة الأم السليمة يعني. والله سبحانه وتعالى خلقه ليفي بحاجات هذا الطفل يوما بعد يوم في مرحلة الرضاع إلى سن الفطام، بخلاف الألبان الأخرى، الألبان الحيوانية التي خلقت لتناسب أولاد هذه الحيوانات، وذلك لا تكون مناسبة للإيه؟ يعني للأطفال. ومعروف أن الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم أو من النساء المرضعات يعني نموهم أكمل وأسلم وأفضل ممن يعني لا ينالون هذا هذه النعمة يعني. بجانب أن رضاع الطفل من أمه يزيد الارتباط أو يشبع احتياجاته العاطفية والنفسية، وده احتياج مهم جدا بخلاف التعامل مع الزجاجات أو حتى الحيوانات، فهذا فيه إشباع للعاطفة، العاطفة النواحي النفسية بالنسبة للأطفال. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن أحد موانع الحمل الفسيولوجية هي الإرضاع، يحصل مع الرضاع نوع معين من التناسق الهرموني في جسد المرأة، بحيث هي إحدى وسائل منع الحمل الطبيعية بدون تدخل أي أدوية أو أجهزة أو نحو ذلك. فالغالب أن الرضاعة الطبيعي أحد عوامل منع الحمل قبل تمام الرضاعة، طول ما الأم ترضع يبقى بيكون في منع حمل، يعني دي الأساس. طبعا بتحصل استثناءات، دي قضية تانية، لكن الهدف منها إيه؟ الهدف أن لو حصل حمل هيضر باللبن وبالتالي يحرم الطفل من حقه في الرضاعة. والأم أحق بإرضاع ولدها فإن كانت مريضة أو عاجزة أو مطلقة وأبت أن ترضعه التمس له أبوه مرضعة أخرى. يقول تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يعني حتى لو حصل طلاق لابد يكون فيه خطوط اتصال وتفاهم لمصلحة الطفل، بدليل قوله تعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. أما فكرة بنوك الحليب، بنوك حليب الأمهات، هي نشأت في أمريكا وفي الغرب، وأساس هذه الفكرة كان من أجل الأطفال المبتسرين، طفل اللي هو الخديج اللي بيولد مثلا 7 شهور 8 شهور لم يكتمل مدة الحمل داخل بطن أمه، فالمبتسر هذا بيحتاج لهذه، فدي كانت الفكرة أساسا. لكن هي الفكرة تقريبا فشلت لأسباب كثيرة فنية، من ضمنها مثلا التعقيم ما بيبقاش مضمون، التكلفة العالية جدا، إنها ممكن تكون وسيلة بقى لإيه؟ للتجارة بالبشر بطريقة أخرى، إن الأم الفقيرة بدل ما ترضع ابنها المحتاج للرضاع تبدأ تبيع هذا اللبن لبنوك الحليب عشان إيه؟ تجيب فلوس، يعني محتاجة للمال لأنها فقيرة، ويبدأ النساء الغنيات هن لا يستفدن من بنوك الإيه؟ يعني الحليب، كما يحصل من فساد في إهدار كرامة البشر في المجال الطبي يعني أحيانا. على أي الأحوال هذه المسألة لم تشع في المجتمع الإسلامي، والعلماء منعوا منها وسدوا الباب أساسا، باعتبار أن الحمد لله ما زال الأصل في المجتمعات الإسلامية هو الإرضاع الطبيعي من الأمهات أو البديلات المرضعات. والسبب قبل كل هذه الأسباب التي ذكرنا، السبب الأساسي هو أنه لا يجوز شرعا أن الأطفال يتم تغذيتهن من بنوك الحليب. بنوك الحليب بتجيب لبن من إيه؟
أي أم بأي واحدة بتتبرع مفيش اعتبار إطلاقا لموضوع التحريم. فالشريعة لا يمكن أن تجيز مثل هذا أبدا. إن اللبن طبعا هتبقى في ريبة، مش هيتعرف في هذا المستودع البشع بين مجموعة كبيرة من النساء، لن يعرف من هي الأم ومين هيبقى أخوه أو أخته، الأحكام تتلخبط، تبقى في نوع من الريبة والشك واختلاط الأنساب بين الناس، وأيضا قتل عاطفة الأمومة بين المرأة وطفلها. المسألة الأخيرة هي مسألة إثبات الرضاع، يعني بما يثبت الرضاع، الرضاع اللي هو المؤثر، هذه التأثيرات التي ذكرنا. يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية معروفة بالصدق شهدت بذلك على نفسها أو على غيرها، يعني إما أن تقول أنا أرضعت هذا الطفل خمس رضعات مشبعات، أو رأيته يرضع من فلانة بهذا الحد، يقول شهدت بذلك على نفسها أو على غيرها أنها أرضعت طفلا في الحولين خمس رضعات، وذلك لحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه، كيف وقد قيل، يعني لابد من الاحتياط في مثل هذه الحالة، ولأن هذه شهادة على عورة فتقبل فيها شهادة النساء منفردات عن الرجال كالولادة. إذن يثبت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو بشهادة امرأة واحدة مرضية في دينها سواء كانت المرضعة أو غيرها. إذا شك أحد في وجود الرضاع، مجرد وجوده، فإذا شك أحد في وجود الرضاع أو شك في كماله خمس رضعات وليس هناك بينة فلا تحريم، لأن الأصل عدم الرضاع للحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهي وقلت إنها كاذبة، قال كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك، وهذا أخرجه البخاري. يعني الكاذب مش شرط يكذب في كل ما يقوله، يعني الكاذب ممكن أحيانا يكذب وأحيانا يصدق، فيوجد احتمال أنها كانت صادقة في هذا الخبر، فهذا من يعني باب الاحتياط. فهذا ما تيسر فيما يتعلق بأحكام الرضاع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.